طرابلس، صور، نبطية، صيدا، عكار، علي وخلدة، مناطق متعددة جمعها اضراب دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل العام للمطالبة في تطبيق قانون السير وإعادة المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة ومكافحة اللوحات المزورة ومراقبة المزاحمة الأجنبية. أما في بيروت فتجمع المعتصمون في الكولا وأمام السفارة الكويتية في بئر حسن، إلا أن التجمع الأبرز في الدورة حيث أوقف بعض أصحاب الشاحنات آلياتهم على الطريق العام. وعدونا وعودت وعبنا أنه خلص الوزير الداخلية اللي بزيته رح يعمل قرارات بالنسبة للنقل الناتج وبالنسبة للشاحنات اللي عم نمروا فوق 21 طن إجمالي، وبالنسبة لتنميرنا الخارجي، وبالنسبة لكتير أمور وما تنفذوا. قلت له يا معالي الوزير ما عم يرد علينا العميد خوري، اللي بعت له واتساب، بعت له واتساب كمان ما استقبلوا ولا حدا رد علينا. نحن تحركنا محق، اضراب من دون مطربين، يعني شاحنات مش كلهم ملتزمين، الباصات عموميه مش ملتزمين. لايصال الصوت، نحن لايصال الصوت، هل المطلوب نقطع الطرقات؟ مؤتمر صحفي فيكم توصل الصوت؟ نحن لا، على الطريق. نحن حتى عم اقول لك، واللي رسم خارطه الطريق للمسؤولين اليوم انه هالتحرك تصاعدي، وللحكومه الجديده اللي بدها تتالف انه في مطالب، واهم قطاع وشريان للاقتصاد اللبناني هو قطاع النقل. نحن مش أكتر من نذكر المسؤولين بمطالب الاتحادات النقل، ومنهم مطلبنا نحن كنقابة صهاريج ضد تنمير صهاريج الخصوصية، لأنه هذا الموضوع صار في تزوير، صار في غلط. نحن عم نقل للدولة طب القانون لا أكثر ولا أقل. الوقفات الاحتجاجية المتعددة هذه انتقلت إلى أمام وزارة الداخلية والبلديات في الحمرة حيث قطع الطريق. اللافت أن كثيرا من أصحاب السيارات والباصات العمومية يمرون قرب الاعتصام كأنهم غير معنيين فيه. كل مرة منشارك بالإضراب ما في شيء بيتحقق، فعشان هيك مش مشارك، لأنه حرامية. شو بدي شارك؟ حرامية بيعرفوا حالهم، والله بيدفعوا لهم للنقل بشوية مصاري، خلصنا ما أخذوا طلبات وما أخذوا شيء، بيلغوا الإضراب وكأنه شيئا لم يكن. جوابي لإخواننا السائقين اللي عم بيقولوا هيك، هذا حقيقة هذا أخطر ما يكون، إنه يوصل المواطن بلبنان ومنه السائق إنه يفقد الأمل ويفقد الثقة ويفقد المصداقية بمسؤولينه. وين مقصر النقابات؟ نحن مندفع ثمنه ومتحمل وجاهزين نتحمل مسؤولية. السائق العمومي الشرعي اللبناني كل اتهام بالتقصير للنقابات، أنا بقول له معك حق فيه، لأنه هو سقف النقابات، بحترمه وبحترم اتهامه. ودعا المسؤولون إلى تحرك تصعيدي الأربعاء المقبل، تحدد تفاصيله خلال اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام في الساعات القليلة المقبلة. غدي بموسى، قناة الجديد.